شايفين بقى صابرين اهي دخلت ارض الملعب وراها على طول بقى سلمى. سلمى لابسه اصفر وسابرينا لابسه اسود. بدأ اللقاء فترة جس النبضة، أنا ما أعتقدش إن هي هتطول يا كابتن طارق، زي ما أنت قلت إن هما بيلعبوا مع بعض كتير، تلاقي اللعب على طول بقى ابتدى يبقى هجومي. سلمى بتضيع أول كورة كده. يعني دروب شوت كده من سلمى تلحق صابرينا، لكن تيجي على جسم سلمى كده تلعبها بالعافية كده. تلاتة لا شيء، يعني بداية كده سريعة من صابرينا قادرة تخش في الجيم بسرعة أسرع من سلمى شوية. هنشوف بقى سلمى هتتعامل ازاي دلوقتي في الموقف ده. أربعة صفر لسه سلمى ما دخلتش في الماتش. يعني مضيع كده سلمى بسهولة. حط ضغط كبير طبعا صابرينا على سلمى في بداية الشوط كده، يعني لسه برضو ما دخلتش في أجواء الماتش قوي. سلمى مطلوب منها ان هي تطول كورتها شوية وتجيب سابرينا في آخر الملعب، تبتدي بقى تخلص كورها زي ما احنا عارفين عنها. تغلط بقى اخيرا سابرينا في واحدة كده، يلا يمكن دي بقى ايه تسخن الموضوع شوية. واحد سبعة يلا يا سلمى. تمانية واحد حلوة قوي، فولي دروب شوت تكسب النقطة. اتنين تمانية ضايع بمنتهى السهولة، تركيز قليل شوية عند سلمى، محتاجة ان هي تنشف دماغها اكتر من كده تحافظ على كورتها. عشرة اتنين ترمي كده الجيم كده. تلعب كرة حلوة والله يا كابتن طارق. عشرة حداشر اتنين الجيم الأولاني سابرينا صبحي في أقل من أربع دقايق.
يعني شوط سريع كده قدرت فعلا صابرين ان هي تحط ضغط كبير جدا على سلمى، وسلمى برضو داخلة مش يعني مش في المود او لسه مش جاهزة للبطولة. احساسي بي يعني احساسي كده يا كابتن محمد. يعني بص يا كابتن طارق، الماتشات دي يعني فرصة برضو ان هي يعني وجودها في البطولة دي اكيد طبعا هيديها يعني اشتراكها في البطولة، طبعا اكيد هيديها نقط كويسة ويشجعها اكتر ان هي بقى تخش في تشترك في بطولات تانية كتيرة عشان خاطر تحسن تصنيفها ومستواها. هنتفرج يعني، نعتبر برضو ان الجيم الاولاني برضو يعتبر تسخين في الماتش. هنشوف بقى في هي دخلت برضو بسرعة، هنشوف كابتن عمر قال لها ايه، كابتن عمر خالد قال لها ايه. سيطرة طبعا من سابرين على الجيم الاولاني، طبعا هي يعني دخل الجيم التاني بثقة طبعا. So be leads one game to love. Love all. حلوة قوي، حظها ان بس الكرة لزقت في الحيطة يعني، بس هي لعبتها حلوة قوي. 1-0. اتنين صفر. الله يا سلمى، نقطة لسلمى. 1-2. وادي نقطة كمان. 2-2. محتاجة شوية ثقة سلمى، تصدق ان هي ممكن تخش في الماتش. دبل راكت، عايزين نشرح برضو يا كابتن محمد يعني ايه دبل راكت للجمهور اللي يعني عليه. اللعيب بزاوية ضربة الكورة بتبقى على الحيطة الجانبية، بتخبط الكورة في الحيطة الجانبية وترجع تخبط في المضرب تاني مرتين، هي بتيجي في المضرب والحيطة وبعدين المضرب تاني، فده طبعا غير مسموح. تحاول تضغط سلمى في آخر الملعب، تحاول تغير اللعب. حلوة حلوة حلوة، لا مختلفة يا كابتن طارق، معلش مختلفة الجيم ده يا سلمى. 3-3، ماشية نقطة بنقطة. داون. 4-3. يلا شوية ثقة. دبل. 5-3. 4-4. اوكي سلمى وقفت على انها دبل لكن وصلت. الله الله، يعني اول كرة بقى نشوفها من سلمى تاخد بقى على طول تشجيع الجمهور، يعني دروب شوت هاي الحقيقة. 5-4، يعني فعلا كابتن محمد سلمى اختلفت شوية الجيم ده. صابرين بتلحق كرة صعبة قوي. الله، يعني كرة حلوة الحقيقة من صابرين، من الفولي كده بتسرع اللعبة على طول ستريت ما تلحقهاش سلمى. 5-5. يعني تاني واحدة صابرين بتاخدها فولي دروب شوت على الناحية الشمال، تقدر تتقدم بيها تاني. 6-5.
كرة في الأوت. سبعة خمسة. صابرينا متقدمة في الأشواط بشوط للا شيء. تضغط بقى صابرينا بكورة كده عكسية في آخر الملعب خالص، ما تلحقهاش سلمى عشان تصبح النتيجة 8-5. تسعة خمسة. فتح منها جيم برضو كابتن طور. يعني كانت ماسكة نفسها. خمسة خمسة. كانت بدأ الشوط التاني أحسن شوية، لكن النص التاني من الشوط ده صابرينا قدرت ترجع تحط ضغط كبير عليها وتفرق في السكور 10-5. صابرين عندها خمس فرص للفوز بالشوط الثاني. هو مطلوب من سلمى ان هي بس يعني في كور كتيره بتبقى على مضربها، الكوره لسه ما خلصتش، واقفه ليه؟ الله. محبطة قوي مع يعني من الجيم الاولاني وهي محبطة، حاسة ان الماتش بعيد عنها. ده مش يعني مش صح طبعا، مش صح. انا المفروض ان انا امسك في اكتر من كده، والاول اول 10 نقط كان النتيجة 5-5، فجأة بقى 11-5. لازم سلمى تصدق نفسها اكتر من كده، حتى لو هي مش جاهزة يعني، او واضح ان هي مش جاهزة، بس برضو تقدر يبقى شكلها وأدائها أعلى من كده، أعلى من كده، وتمسك في النقط أكتر من كده. هي دي حلوة جدا يعني، يعني بتحط كور صعبة جدا، لكن في كور بتبقى على مضربها وبتضيع بمنتهى السهولة، أو بتبقى واصلة للكورة وكور بتضيع. دي محتاجة سن التركيز أعلى من كده وتنفيذ أحسن من كده. يلا إن شاء الله بإذن الله الجيم الثالث يكون أداء أكتر، وان شاء الله يبقى ربنا يوفقها يعني، يكون ماتش جامد. انا شايف بقى دلوقتي استاذ محمد رائف العضو المنتدب لشركه بلاك بول، اللي عامل الحقيقه مجهود كبير جدا علشان البطوله دي تتعمل في ميعادها وجوائزها تزيد ل 180,000 دولار. بنشكره طبعا هو وكل مجلس إدارة نادي بلاك بول، رئيس مجلس إدارة مهندس أحمد العبد، وأعضاء مجلس إدارة مهندس أحمد سليمان، مهندس شريف عصمت، مهندس حاتم عصمت. حقيقة الناس عاملة شغل كبير جدا عشان رياضة الاسكواش في مصر. نبدأ مع بعض الشوط الثالث. صابرينا صبحي لعيبة المنتخب الأمريكي متقدمة على سلمى حاتم أو سلمى يوسف 2-0 في الأشواط، ونلعب مع بعض الشوط الثالث. ضيع سلمى كده unforced error من سلمى. لازم نركز اكتر من كده، لازم دماغنا تكون ناشفه، لازم تكون عنيفه اكتر من كده. اتنين صفر. حاله من سنه ياس كده عند سلمى، حاسه ان الموضوع صعب وبعيد، ده مش طبيعي ولا صح في حياة اللعيب المحترف. ثلاثة صفر. لسه صابرينا ناجحة لحد دلوقتي ان هي
يحط ضغط على سلمى في كل ركن في الملعب، وسلمى الحقيقة مديها الفرصة أكتر إن هي ما بتطلعش كل حاجة عندها. يعني سلمى عندها أحسن من كده بكتير، لكن واضح إن في حاجة، يعني ممكن تبقاش جاهزة بدنيا 100%. كرة تطلع كده بره أرض الملعب، 4-0 لصالح سابرينا صبحي. كرة ضاعت ولا ايه يا جماعة؟ يعني الكرة طلعت بره الملعب كده. ساعات طبعا في البطولات لما الكرة تبعد بعيد قوي ممكن ما يلاقوهاش، فبيضطروا يجيبوا كرة تانية يسخنوها ويلعبوا بيها. سخن بقى الكرة كده سريعا. كرة الاسكواش طبعا بمادة، يعني فيها مادة معينة لازم الكرة تسخن عشان الكرة تنط على الأرض، ما ينفعش يلعبوا بيها وهي باردة كده. New ball warming up. أربعة صفر. نستأنف المباراة. الجيم الثالث. صابرينا متقدمة 2-0 في الأشواط. واحد أربعة. تضغط سلمى في آخر الملعب. كورة كروس كورت ما تطلعش. يعني الذكاء طبعا برضو يا كابتن حمد من صابرينا، ان هي شايفه ان هي لازم تحط ضغط على سلمى لغايه اخر المباراه، لكن سلمى على طول بترد بكره فولي دروب شوت ما تلحقش صابرينا. 2-5. يعني بتضيع بقى سلمى كده كرة دروب شوت في الداون عشان تصبح النتيجة 6-2. سبعة اتنين. بيبعد السكور عن سلمى. محتاجة كابتن طارق، محتاجة شغل شوية، يعني تشتغل على نفسها شوية عشان تبتدي تخش. هي مش بعيدة عن اللعيبة دي، مستواها وإمكانياتها مش بعيدة عن اللعيبة دي. 8-2. ثمانية اتنين. تقترب سابرينا صبحي. ضايع بمنتهى السهولة سلمى كمان نقطة. 9-2. بتسيب الجيم بمنتهى السهولة. الله، خلص واحدة كده بشكل جميل صابرينا. 10-2. 10-2 ماتش بول. ضايع واحدة كمان. 11-2. ألف ألف مبروك لصابرينا صبحي. هارد لك سلمى حاتم، إن شاء الله تعود للبطولات بشكل أقوى.
واحسن ان شاء الله. يعني اقل تقريبا اقل مباراه اتفرجنا عليها النهارده 20 دقيقه 11-2 11-5 11-2. يعني بتقول لها طبعا انت عايشه في مصر دلوقتي وبتتمرني هنا في نادي بلاك بول. كنت طبعا بتمرن في الجامعه في امريكا بس لما جيت هنا طبعا حاجه مختلفه تماما. يعني طبعا لما جيت القاهره كده يعني احسن مكان ممكن تتمرن فيه في العالم هو القاهره، وده اكيد غير مستوايا. انت طبعا خدت قرار ان انت تكملي كمحترفه في رياضه السكواش مع انك يعني اتخرجت من جامعه قويه جدا في امريكا. ده طبعا اختياري ونفسها اكيد توصل للي هي عايزاه في رياضه السكواش. هي بتقول طبعا انا هاخد راحه بكره ومبسوطه طبعا بالمكان جدا اللي هي قاعده فيه الاوتيل بتاع البطوله. الف مبروك صابرينا صبحي وهارد لك لسلمى حاتم. دي بعض اللقطات كده من المباراه.